السلام عليكم اخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ كديرين مع الشيبان؟ الحمد لله. اخواتي مرحبا بكم اليوم عندي في القناه ديالي، قناه سميه حلويات. اخواتي اليوم واخا ماشي المحتوى ديالي، غادي نبارطاجي معكم واحد لا فيديو كنت قلت لكم هاد السيمانه ان شاء الله غنخصصها الحلويات. بالفعل هاد السيمانه ديال الحلويات غير ضربت واحد الخريجة، كانت خاصاني شي حاجة، خرجت مشيت لأكسيون، كنت بغيت ناخد منه واحد ليفيرين، كنت خديتهم في راس العام، بغيت نزيد منهم، مني مشيت ما لقيتهمش، ومني مشيت لقيت عندهم الجديد قلت علاش لا، واخا ماشي المحتوى ديالي قلت نبارطاجيه معكم. شي وحدة الا عجبها كيعجبها اكسيون، تيعجبها شي لي زارتيكل ديال اكسيون، خصها شي حاجة تقدر تمشي. انا عاد جيت منه خديت داكشي اللي بغيت وجيت. انا اصلا ما كنمشيش لاكسيون بزاف غير الا خصتني شي حاجه، ولكن ملي كنمشي من هذاك النهار اللي خصني شي حاجه كنكون غادي على اساس نشري واحد بياسه ولا جوج، كنخرج بالساك عامر، والناس اللي كيمشيو لاكسيون غادي يعرفوني علاش كنهضر. يعني اكسيون فيها ثمن مناسب، فيها ديما الجديد، تتلقاو داكشي اللي بغيتيو. اخواتي ملي ما لقيتش هذوك لي بتي فيغين مشيت بالصدفه تلاقيت مع هاد لي نابيرون، هادو هاد نابيرون هادو زوينين ما غاليين، عجبوني. شفت واحد الاخت هازاهم، بقيت كنقلب تنشوف منين هزاتهم، لقيتها منين هزاتهم ومشيت. اون فيت اللوان يعني ما بقاش فيهم اللون بزاف، المهم انا خديت اللوينات اللي كيعجبوني. خديت منهم هاد الابيض، هذا غزال، فيهم هاد الثلاثه ديال لي بتي سيركل فيهم هذاك الدونتيل، انا غنقرب لكم باش تشوفوهم. هاد اللون الابيض خديت منه انايا سبعه، خديت من هاد اللون درت فيهم الكوليكسيون ديالهم. هادشي اللي قلت لكم راه اكسيون، يعني الا مشيتو ليهم على اساس غادي تمشيو تشريو بياسه على جوج كونوا اكيد انكم غادي تخرجوا بالساك عامر، ولكن ما غاديش تندموا صراحه، داكشي زوين. خديت فيهم هاد الوين، هاد الخضيدر، شوفوا شحال زوين. هذا تا هو خديت منه، خديت منه هذا شي سته البياسات. وخديت هاد البلومارين، حمقني بزاف مع ليكليراج ديال الكاميرا، غيبان لكم الضوء شويه باهت، ولكن راه بلومارين فرونسي، عرفتي زوينين غزالين. هذا لقيت ما بقاش فيه بزاف، يعني الناس خداوهم، خديت فيهم اربعه، خديت فيهم اربعه. هادو بالنسبه لهاد لي نابيرون الثمن ديالهم ما غاليش، ما بقيتش عاقله على بشحال خديتهم. خديت سي ليناب، لقيت عندهم ليناب ب 54، كنت مشيت ديك السيمانه واحد المكازا كان خاصني ناب، شريتو خلصتو غالي بلا ما نقول سميه ديال المكازا، درتو ما كايناش السيمانه، صدق ليا خايب والغلا بلا فايده. ملي لقيتهم في اكسيون تنقول انا خليت اكسيون وغادي كنتسالى في الماكس. ها نتوما ب 54 خديت فيهم هذا، وخديت فيهم هاد اللون بحال الباج طوب، وخديت فيهم هاد ديال الدونتيل، هذا خديته بستة ورو. ولقيت عندهم هاد تابلي دو كويزين كيديرو جوج ورو خمسين، خديت فيهم جوج، خديت فيهم وحده في الخضر وحده في البلومارين. وخديت منهم هادو، هذا هو المشكل ديال اكسيون، منين كتمشي ليه كما قلت لكم يعني عاولي انك غتخرجي بالساك عامر. صراحه هو زوين، انا كنت فيه البارح في العشيه في لابريميدي في اكسيون ديال كابستاني، يعني صراحه كان عامر. خديت داكشي اللي خديت بالزربه وخرج. هي صراحه الناس اللي تيبغيو يشرو من اكسيون نصحهم انهم يمشيو في الصباح، الصباح تيكونوا يلا معمرين دوك لي سيتاجير اللي غايو يلا معمرينهم، تيكون فيه كلشي محطوط، في لابريميدي ما تيبقى والو، المهم تتلقاي شي حاجه ولكن كتلقاي داكشي تعزل. هو اكسيون زوين. انا واحد بنت خويا كتجي عندي من بارسلون، وحنت ما اسبانيا ما عندهمش اكسيون، كتمشي معايا كتمشي على اساس انا غتشري شي حاجه كتخرج خارجه بزاف، تتقولي ما عمرني ما غنمشي معاك الاكسيون، صافي اختي بركه عليا صافي هادشي خاصني.
ملي كتعاود ترجع كتلقاني مثلا انا غادا اكسيون، انا ما كنمشيش بزاف غير الا خصتني شي حاجه، كنقول لها يلاه، كتقول لي لا اختي انا ما غاديش، غادي نمشي تمايا، نصدق ثاني هازه بزاف، ما كتمشيش. مجرد ما كنوصل الاكسيون كتبدا تصيفط ليا في لي ميساج، شوفي واش لقيتي ليا هذه، شوفي واش لقيتي ليا هذه، تنقول لها ديك الساعه خاصك تجي، راه بليا هذاك اكسيون بليا. بالنسبه اللي بغى يشري هذوك لي ديكوراسيون ديال الدار وداك الشيء لي بوجي لي بتي بلاطو وداكشي، فيه صراحه فيه كلشي، كلشي فيه زوين. وكما قلت لكم يعني راه تيديروا داك الجديد باش تمشي وتخلي الفليسات، ولكن ما كتندموش على هذا الشيء. بحال هاد لي نابيرون صراحه زوينين، ديال التحمر في الوجه، يعني الا جا عندكم شي واحد في الطابله يعني عطا الله ما يدار بهم، غزالين. وبالنسبه للمحبي البلاطوات لقيت عندهم واحد لي بلاطو، ها هما ما عرفتش واش غادي يبانوا لكم ولا لا، زوينين ما غاليينش، تيديروا 9.90 سنتيم وقيله ولا 95. اون فيت شريت منهم جوج، ماشي ليا انا غير لختي وصاتني عليهم في المغرب، وشريت عندهم هاد الفراقات، حنا نقولوا فراقات، راهم حتى هما زوينين. شتيهم كيفاش كيبانوا؟ انا غادي نقط باش تبان لكم الصوره، نحطهم لكم، ها هما شتوهم باينه لكم الصوره مزيان. هادو حتى هما خديت فيهم ثلاثه، خديت واحد ليا، واحد لختي في المغرب، وواحد لمرات خويا في اسبانيا. كما قلت لكم اسبانيا ما عندهمش، طلبتني عليهم، كنت شريت انا نوبه الاولى غير واحد، ومني شافوه عندي قالوا ليا حتى حنا بغينا. ومشكل ديال اكسيون منين رجعت ما بقيتش لقيتهم، لا سوا اكسيون ديال كليغا، لا سوا اكسيون ديال كابستاني، تتصادفت معاهم بالصدفه جوج زدتهم. انا كنت واخده واحد ديالي قبل ديجا، ها هما يعني صراحه هما دايرين فيهم هنايا على حساب، تحطوا فيهم على حساب، ديروا فيهم ديكوراسيون لي بوجي لي بتي فلور، شي حاجه تحطهم في شي كنت عندكم في الصالون ولا شي حاجه. ولكن انايا بالنسبه ليا انايا يعني بزاف غيكونوا متفقين معايا الا درتو فيهم هذوك لي نابيرون ديال البلاطو فاش كنديروا الحلوى، وتشتفوا الحلوى هنايا ومملحات كيجي زوين. غير هي نصيحه ما تحطوش داكشي منه الحديد، ضروري توديروا فيلم اليمونتير، توديروا هذاك لي نابيرون كيما قلت لكم ديال لي بلاطو فاش كنشتفوا الحلوى، يجيو زوينين صراحه. تبارك الله علينا حنا صغيا كنعرفوا ما نديروا بهذا الشيء ديكوراسيون. حنا ما غنحطوش فيهم الشبع، حطوا فيهم شي حاجه في الطابله يعني ديال تحمير الوجه. ايبا هذان كانوا المشتريات ديالي هذا اليوم من اكسيون، ما كنبقاش ندور فيه بزاف، كنهز داكشي اللي بغيت وتنخرج. المهم كيما قلت لكم غير تصادفت معاه بالصدفه مع موس يعني اختي ومرات خويا، انا ديجا كنت شاريه ديالي شحال هذا، ومني شافوه من عندي شافوه عندي قال لك حتى هما يبغاو. وتما دزت لستوكوماني خديت هادي ديال نعصرو فيها الليمون والحامض، بالحكم انا تنخدم الحلوى بلا ما نجبد هذيك الكبيره، لقيت هادي الصغيره قلت هادي غادي تنفعني، ما غالياش ب 99 سنتيم نقولوا انو. وخديت هاد لي بيك ديكو بحال هكا، ممكن بغي نصوب البسطيلات، نبغي ندير هذاك البيض ديال السمان، نبغي نصوب لي كاطو الحلاويت، ديري بهم ديكوراسيون ديال لي فخوي داكشي زوينين، خديت منهم جوج بأورو 99. كانوا هادو هما المشتريات ديالي صراحه. انا هذا ماشي محتوى ديالي، ما عمرني ما بارطاجيت لي فيديو بحال هكا، ولكن ملي شفت هاد لي نابيرون وداكشي مع كنشوف الناس تي بيبليو في اليوتيوب هادشي ديال اكسيون، قلت علاش لا شي وحده تكون بغات هاد لي نابيرون في اكسيون. راه حاليا صراحه موجودين في اكسيون، هادو صراحه موجودين حاليا، موجودين ما غاليينش وزوينين. كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم اخواتي، الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما فيها باس ديروا ليه لايك وتبارطاجيو مع احبابكم والاصدقاء ديالكم اللي كتعرفوا. واللي باقي ما دارش ليا ابوني يدخل عندي القناه ديالي ويدير ابوني ويتشارك ويضغط على الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. وتنقول لكم اخواتاتي يا خوتي مرحبا بكم، غندوزو المقادير ديال الحلويات كيفاش غنديرو تفسخ اللوز من هنا شويه، ونتلاقاو ان شاء الله مع لي زانغريديون.